ريكي يدير إسبانيا بالووكي توكي، غوارديولا يتدخل في منتخب النرويج، وطلبات ميسي الغريبة سبب رحيله عن برشلونة. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة، فأهلا بكم. تمر بريطانيا بما بات يعرف بأزمة تكلفة المعيشة، وهو ما بدأ ينسحب على الوضع الرياضي في البلاد. اكتشفت دراسة جرت على 40 ناديا في البلاد أنهم مستعدون لتغيير مواعيد المباريات لتصبح في وقت الغداء للمساعدة في تقليل فواتير الطاقة مع تقلص ساعات النهار، وذلك إذا تم منحهم الإذن. كانت الحكومة البريطانية تعهدت بدعم الشركات بتكاليف الطاقة المتزايدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيفيد أندية كرة القدم أو إلى متى سيستمر الدعم. تتغير طرق التدريب يوما بعد آخر. آخر الطرق المستخدمة كانت حين ظهر لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بحيلة جديدة وذكية خلال ميران لاروخا الثلاثاء، سددا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الدولي. نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني فيديو للمدرب يستخدم أجهزة ووكوتوكي في ميران الفريق بعد أن زود كل قمصان اللاعبين بأجهزة استقبال لسهولة التواصل معهم في الميران وإعطاء كل لاعب التعليمات فورا. بعد التألق اللافت للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في مانشستر سيتي، اضطر مدرب الفريق الإنجليزي بيب غوارديولا لإرسال أحد أفراد الجهاز الطبي إلى معسكر المنتخب النرويج لمتابعة روتين المهاجم الشاب، وذلك ليتأكد من عودته بوضع لياقي ممتاز. لا تنسى جماهير برشلونة مشهد بكاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حين مغادرته أسوار النادي. إثنى صحيفة موندو الإسبانية فجرت مفاجأة حول طلبات البرغوث لتجديد عقده. أكثر هذه الطلبات إثارة للاستغراب كان الحصول على ما تم خصمه من عقده في فترة كورونا بفائدة تصل إلى 3%، وتحمل النادي لأي زيادات ضريبية في المستقبل، وضرورة خاصة لعائلته في فترة أعياد الميلاد، ومقصورة مخصصة لعائلته وعائلة سواريز في مدرجات كامب نو.